ومعانا ومشرفنا على التليفون معالي السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بحضرتك معالي السفير. مساء النور. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير وكل الشعب السعودي بألف خير. وحب أسأل معاليك، دلالة احتفالية مهمة زي دي قد إيه مهمة؟ ما بشك طبعا أنه رمزية يوم التأسيس تهدف إلى الحديث عن دولة عريقة تبلغ من العمر 3 قرون. رمزية التأسيس تتحدث عن ظروف وتحديات كبيرة في تأسيس الدولة، تمكنت من التغلب عليها وتمكنت من توطيد دعائم دولة سعودية. رمزية التأسيس أيضا تتحدث عن مسيرة 3 قرون فيما بين منذ إنشاء الدولة السعودية الأولى وحتى اليوم، في طريق لم يكن سهل، لم يكن معبد، ولكن كان هنالك جهد كبير جدا لتعبيد هذا الطريق، وجهد كبير جدا لجعله طريق سهل ميسر حتى وصلت المملكة إلى ما وصلت إليه ولله. أكيد سيادتك بتتفق معايا إنه العلاقات السعودية المصرية ذات طبيعة خاصة وكمان طبيعة قوية ممتدة من قديم الزمن. عايز أعرف من حضرتك سر الطبيعة القوية دي بين مصر والسعودية. سر العلاقات السعودية المصرية القوية يكمن في أن هذه العلاقات قائمت في البداية على المستوى الشعبي بين شعبي البلدين. هنالك حقائق تاريخية حول طبيعة العلاقات السعودية المصرية على مر التاريخ. أول حقيقة الحقيقة هي أن الملك عبد العزيز رحمه الله عندما انتهى من توحيد الدولة وتأسيس المملكة العربية السعودية وبدأ في رسم سياسة الخارجية، أول دولة اتجه إليها كانت مصر. لم تكن فقط الدولة التي اتجه إليها، ولكن مصر كانت أيضا الأرض التي اجتمع عليها الملك عبد العزيز مع الزعامات الدولية. هذه واحدة من الحقائق. الحقيقة الثانية أنه السعودية ومصر بلدين جارتين، يصل بينهما ولا يفصل البحر الأحمر، البحر الأحمر في المنطقة. الحقيقة الثالثة وهي الحقيقة الشعبية، وهي أن أكبر جالية مصرية في الخارج مقيمة في المملكة العربية السعودية، بينما أكبر جالية سعودية في الخارج مقيمة في جمهورية مصر العربية. بالتأكيد طبعا عندما نتحدث عن الجاليات الشعبية، أنت لا تستطيع أن تلزمهم بالمعيشة في الدولة إلا إذا كانت هذه الدولة هي دولة يجد فيها سواء السعودي أو سواء المصري اللي بين أهله وبين جماعة. طبعا العلاقات هذه التاريخية في بين البلدين بالتأكيد تطورت ونمت حتى وصلت إلى مستوى استراتيجي من خلال اتفاقيات، مذكرات تفاهم، بروتوكولات أبرمت فيما بين الأجهزة المعنية في الدولتين، وذلك لجعل هذا التعاون فيما بين البلدين تعاون مؤسسي يهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للبلدين. معالي السفير، أيضا المتابع لنشاطات حضرتك يقدر يعرف على الفور ويستشعر إنه في كيمياء خاصة بينك وبين مصر وبين المصريين، إيه سر الكيمياء دي؟ والله أنا دائما أقول بأن مصر قدمت إلينا بعلمائها، بكتابها، بأدبائها، بفنانيها، بمثقفيها، قبل أن نسافر إليها. ولذلك عندما أتينا إلى مصر وجدنا أنفسنا في بيئة أسرية، بيئة ليست بغريبة علينا، بيئة محببة إلى أنفسنا، هنالك نوع من الترابط الكبير الثقافي، هنالك نوع من الترابط الأسري فيما بين البلدين الشقيقين، هنالك طبيعة ثقافية مشتركة فيما بيننا سواء كانت في المملكة أو سواء كانت في مصر، وأعتقد أنه يشاركني فيها العديد من الشعب السعودي والمواطنين السعوديين الذين دائما ما تكون مصر هي الوجهة الأساسية لهم عند سفرهم خارج المملكة.
معالي السفير أسامة بن أحمد نقلي، كل عام وسيادتك بألف خير مرة تانية، وكل المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بألف خير. شكرا لمداخلة حضرتك، شكرا جزيلا.